السلام عليكم، أنا طالبة طيف الحدمي من إدارة تعليم الرياض. طبعا شعوري أكيد مثل شعور كل طالب وطالبة موجودين هنا، مسؤولية، حماس، شغف، تعب شهور قاعدين نشوفه ونحققه الحين، فأكيد شعور لا يوصف. طموحنا بالأول والأخير اكتساب المعرفة، خبرة، علاقات، علم، هذا الشيء الطموح الأول. الطموح الثاني إنه نرفع علم السعودية بالمحافل العالمية والدولية دائماً في هذه المسابقة والمسابقات الثانية. مشروعي Influence of Magnetic Field in the Photoelectrochemical Water Spitting as a new strategy to improve solar to hydrogen conversion efficiency. نعتمد تقريباً على الوقود الأحفوري، فأغلب الأبحاث تتوجه إنها تنتج طاقات متجددة ونظيفة تستخدم كبديل هذه الوقود الأحفوري. واحدة من هذه الطاقات اللي هي طاقة الهيدروجين، فنحاول ننتج هذه الطاقة بطريقة غير مكلفة ونظيفة عن طريق عملية فصل المياه. فبحثي أضاف استراتيجية جديدة على عملية فصل المياه اللي هي إضافة المجال المغناطيسي، واللي ساعدنا على زيادة إنتاج الهيدروجين. أول شيء توفيق الله، ثم أهلي، ثم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خصوصاً دكتور عبد الله العتيبي، موهبة لولا الله ثم وجودهم ودعمهم ما كان وصلت اللي أنا فيه. ما تخطيناه إلا من توفيق الله ودعوات الوالدين وتعب وجهد. أنا متأكدة أن كل اللي كانوا من 146 ألف تعبوا وجهدوا واجتهدوا، بس إن شاء الله يمكن ما كانت هذه فرصتهم، لهم فرصة أفضل وأحلى بالفرص القادمة الكثيرة اللي طبيعي ما بتوقف.